هذا وثمن السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي مخرجات الاجتماع الثلاثي الذي جمع بين الرئيس المصري والعاهل الاردني وولي عهد ابو ظبي مؤكدا ان هذا الاجتماع يمثل خطوه محوريه تعزز من التضامن العربي ومسيره العمل العربي المشترك. وثمنا تاكيد الاجتماع على ثوابت الموقف العربي تجاه القضيه الفلسطينيه والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينه القدس. ووجه رئيس البرلمان العربي الشكر والتقدير الى الدول الثلاث لجهودها الدؤوبه من اجل استعاده التهدئه في القدس ودعم وترسيخ اليه التشاور والتنسيق بين الدول العربيه تجاه كافه القضايا محل الاهتمام المشترك على نحو يخدم مصالح الشعوب العربيه ويحقق تطلعاتها في الامن والتنميه والاستقرار